يعني اليوم هو نفسه اللي قال السفير الفرنسي في مقالة زادت اليوم. نظام الحاكم الجزائر عنده إمكانيات وليس من السهل أنه يسكن، ولم تتوفر بها ظروف حقيقية من أجل وقوع تغيير حقيقي. أنا كما فهمت باش نكونوا واضحين باش نكونوا صراحة، هناك نظام عنده مشروع يمشي عليه وما كانش لحد الآن المعارضة وليس أكثر من الدخل ما قدمش مشروع بديل للشعب، بالتالي سقوطه ليس بالقريب. وهناك ظروف أخرى مرتبطة ظروف اقتصادية، لكن هذا النظام راه يستعمل أمور وسياسات اللي هو يحفر قبره ويعجل بسقوطه، إلا هذا ما هذا ليس معناه سيسقط غدا. نظام الحاكم الجزائري يقمع الجزائريين، الشعب الجزائري شعب غضب قوي، وإذا زاد الشيء على حد ذاته سينقلب الجزائري. يعني هذا الضغط اللي راه يمارسه حاليا وهذا القمع وهذا تقييم الحريات وهذا تنمية الحياة السياسية وعدم وجود الفداء على المستوى الإعلامي، ولا بد سيقع انفجار الشعوب مع مرور الزمن تتطور، تطور الوعي تاعها، وممكن جدا اللي يشوف تلك اللحظة الفارقة اللي ماشي من تبقى بها الأشخاص، باش نكونوا واضحين، لأن يعني النظام هذا أثبت توريثه يعني الأجيال اللي جات بعد، يعني هو نظام حكم منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، نفس الدينية ونفس العقلية ونفس لكن كما قلت التغيير ماهوش مرتبط بذهاب شخص أو اثنين، التغيير مرتبط بتغيير أو إسقاط الأيديولوجية اللي تبناها هذا.